السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوتي الكرام وأخواتي الفاضلات، نكمل معكم حديثنا من المحاضرة السابقة. ما زلنا في الفصل الثالث، وما زلنا نتحدث عن الترانسبورت لاير بروتوكول، وذكرنا في آخر شيء في المحاضرة السابقة أن الريلايبل داتا ترانسفير من نوع الستوب أند ويت يحتوي على يوتيلايزيشن سيئة جدا، يعني استخدامه للشبكة وموارد الشبكة سيء جدا. من أجل ذلك تم ابتكار أو يعني اقتراح عدة حلول لهذه المشكلة، واللي هي سميناها البايبلايند بروتوكولز او البروتوكولات يعني الانابيب. البايبلايننج هي عباره عن تقنيه تسمح للمرسل ان يقوم بارسال عده باكيتات ان فلايت يت تو بي اكنولجد، يعني ارسال عده باكيتات متتابعه ولكنها لم يتم الموافقه عليها حتى الان، بخلاف ما كنا يعني نراه في الستوب اند ويت. ستوب اند ويت ترسل فقط باكيت واحده وتنتظر ان تستلم الاكنولجمنت او النيجاتيف اكنولجمنت لكي تقوم بارسال الباكيت اللي بعدها. اما في البايبلاين بروتوكولز فتقوم بارسال داتا باكيتس متعدده ثم تنتظر الاكنولجمنتس الخاصه بكل منها. الرينج اوف سيكونس نمبرز ماست بي انكريزد، طبعا بهذه الحاله ما راح يكون عندنا فقط 0 اند 1 مثل ما ذكرنا سابقا، كانت السيكونس نمبر عندنا فقط 0 اند 1. بالبايبلاين بروتوكولز لا، لازم نزيد هذا الرينج. كذلك بفرنج ات ذا سيندر اند ريسيفر، لازم تكون عندنا ذاكره مؤقته في السيندر والريسيفر لكي تحتفظ بالباكيتات لغرض اعاده الارسال او لغرض الموافقه او الى اخره. النوعين الرئيسيات من البايبلاين بروتوكولز هي الجو باك ان والسلكتيف ريبيت، اللي راح نتعرف على تفاصيلها ان شاء الله بالسلايدات القادمه. مثلا هنا اذا اخذنا في مثال بسيط على مود نشرح كيف انه ارسال عده باكيتات ثم انتظار الاكنولجمنت تاتي فيما بعد ممكن ان يزيد اليوتيلايزيشن، يزيد الاستغلال للشبكه. اذا افترضنا انه السندر يقوم بارسال 3 باكيتات في الوقت الواحد قبل ان ينتظر الاكنولجمنت، فعند ارسال الباكيت الاول الثاني الثالث بعد ذلك ياتينا الاكنولجمنت الاول والثاني والثالث، نلاحظ انه اليوتيلايزيشن في هذه الحاله راح يزداد 3 اضعاف، يعني راح يكون عدد الباكيتات المرسله في البدايه مقسوما على عدد الباكيتات المرسله او زمن الارسال زائدا زمن انتظار الرد، راح يكون عندنا 3 L by R على round trip time زائد L by R، فراح يكون عندنا 3 packets pipelining increases the utilization by the utilization by a factor of 3، يعني زاد عندنا الاستغلال الكلي لموارد الشبكة بثلاث أضعاف فقط لأنه تركنا 3 باكيتات يتم إرسالها قبل انتظار الأكنولجمنت. وعلى هذا يمكن قياس البنفيتس الاخرى او الفوائد الاخرى اللي ممكن نحصلها اذا زيدنا عدد الباكيتس التي يمكن ارسالها قبل ان ننتظر الاكنولجمنت او قبل ان ينتهي التايم اوت. فالبايبلاين بروتوكولز الاوفر فيو يعني نظره عامه عن هذه البروتوكولات، مثل ما ذكرنا عندنا جو باك ان وسلكتيف ريبيت. مثل ما هو واضح من الاسم الجو باك ان اي انه المرسل يقوم بارسال ان من الباكيتات اللي هي ان اكنولجد، يعني إذا كانت الآن 5 فإن المرسل يستطيع إرسال 5 باكيتات دون انتظار الأكنولجمنت الخاصة بهن إلى أن يرسل الباكيت الخامس، عند ذلك يبدأ بالتوقف عن الإرسال منتظرا الأكنولجمنت. في حين السلكتيف ريبيت طبعا هنا المرسل أيضا يستطيع إرسال N من الباكيتات قبل استلام الأكنولجمنت. الفرق الأول أنه الريسيفر سيرسل فقط كوميوليتيف أكنولجمنت، اي انه اذا المرسل قام بارسال الباكيتات 1 2 3 4 5 الى 10 وكلهم تم استلامهم بشكل صحيح، فالمستلم سيقوم بارسال اكنولجمنت واحده فقط اللي هي اكنولجمنت 10 لكي يعني تخبر المستلم او المرسل بانه تم استلام اول 10 باكيتات بشكل صحيح. doesn't act packets if there's a gap، اما اذا كان هناك فجوه يعني مثلا تم استلام الباكيتات 1 2 3 4 5 7 8 9 10 السادسة لم يتم استلامها، بهذه الحالة راح يتم إرسال acknowledgement هي acknowledgement 5 لكي يقول المستلم إلى المرسل بأنه تم استلام فقط أول 5 باكيتات بشكل صحيح. بعدها كان هناك gap يعني كان هناك فجوة لأنه الباكيت السادسة لم يتم إرسالها، بهذه اللحظة راح يقوم السيندر يعني البدء مرة أخرى بإرسال 6 7 8 9 10 إلى 16. sender has timer for the oldest unpacked packet، أيضا إذا ما استلم acknowledgement السيندر ضمن فترة محددة يحددها التايمر، أيضا راح يقوم بإرسال يعني when the timer expires عندما ينتهي الوقت المحدد في التايمر سيتم إعادة إرسال كل الباكيتات التي لم ترد acknowledgement خاصة بها. هذا فيما يخص الـ go back n. أما بالنسبة للـ selective repeat أيضا المرسل سيقوم بإرسال n من الباكيتات
قبل أن تبدأ الـ Acknowledgement الخاصة بها بالوصول. الريسيفر راح يقوم بإرسال Individual Acknowledgements. هنا راح ترد رسالة Acknowledgement مفردة لكل باكيت، يعني مو مثل هنا كانت accumulative تراكمية، يعني إذا كان هناك 10 باكيتات مرسلة بشكل sequentially متسلسل راح تجينا acknowledgement واحدة، في حين هنا إذا كان هناك 10 باكيتات مرسلة ومستلمة بشكل صحيح فسنستلم 10 acknowledgements مستقلة بعضها عن الأخرى، كل هذا معناته تحتوي على السيكونس نمبر الخاصة بالباكيت المستلمة بشكل صحيح. هنا أيضا السيندر يقوم بالمحافظة على تايمر أو صيانة أو إدامة تايمر اللي هو عداد لكل باكيت لم يتم الموافقة عليها، وعندما ينتهي الإكسباير أو عندما التايمر ينتهي لكل واحدة من الباكيتات التي لم يتم الموافقة على استلامها بشكل صحيح سيتم إعادة هذه الباكيت فقط وليس كل الباكيتات التي تأتي بعدها. هذا هو الفرق الرئيسي. في جانب السندر من البروتوكول جو باك ان، طبعا عندنا كي بيت سيكونس نمبر ان ايتش باكيت هيدر، يعني الباكيتات اذا كانت كي بيت ولتكن مثلا 3 بيت، هذا يعني انه 2 اس 3 اللي هي 8، ممكن يكون عندنا 8 باكيتات ترسل في الوقت الواحد اذا كانت 3 بيتات خاصه بالسيكونس نمبر في الباكيت هيدر اللي هي في المعلومات الرئيسيه الخاصه بالباكيت، وطبعا اذا كانت 4 16 واذا كانت 5 32 الى اخره. الويندو اللي هي النافذة اللي تتحرك بشكل سيكوينشالي متسلسل في المرسل تحتوي على ان كونسيكيوتيف ان اكت باكيتس تو بي الاود، يعني النافذة في كل لحظة من اللحظات تحتوي على ان، طبعا الان هو رقم معين يحدده البروتوكول، من الباكيتات المتسلسلة كونسيكيوتيف الغير موافق عليها، يعني اللي ما استلمنا الاكنولجمنت الخاصة بها. فبهذه اللحظة مثلا الباكيتس الخضراء هي already acknowledged، يعني هذه الباكيتات اللي بالفعل تم ارسال الاكنولجمنت الخاصة بها، وبالتالي الويندو تحركت الى خارجها. الويندو حاليا تبدأ عندنا من الصفراء والزرقاء الى اخره. الباكيتات الصفراء هي sent not yet acknowledged، هذه تم ارسالها من قبل السندر ولكنه لم نستلم بعد الاكنولجمنت الخاص بها. الباكيتات اللي هي لم ت... يعني usable قابلة للاستخدام ولكنها لم تستخدم بعد، هذه الباكيتات في جهة السندر التي لم ترسل بعد، لأنه احنا نستطيع ارسالها لأنه هي موجودة في ضمن الويندو في ضمن الان، مثل ما ذكرنا هي go back n، فكل شيء في داخل الان يمكن ارساله قبل ان نتوقع وصول الاكنولجمنت الخاص به. اما هذه الباكيتات اللي هي خارج الويندو فهي not usable، يعني غير قابلة للاستخدام في هذه اللحظة، ربما بعد فترة زمنية عندما تصل الاكنولجمنت الخاصة بهذه الباكيتات الصفراء راح تتحرك الويندو الى هذه النقطة، بعد ذلك ايضا راح نستطيع ضم هذه الباكيتات الاخرى الى داخل الويندو. فالاكنولجمنت اوف ان، يعني رسالة الاكنولجمنت التي تحتوي الرقم ان وليكن 5 او 6 او 7 اي رقم معين سيكونس، هي معناتها الموافقة على الباكيتات كلها اللي قبل الان ومن ضمنها الان، يعني إذا كانت acknowledgement of 7 معناتها هي دلالة من الريسيفر للسندر بأنه تم استلام كل الباكيتات من 1 إلى 7 بشكل صحيح، ولذلك نسميها cumulative acknowledgement، يعني هي رسالة acknowledgement واحدة ممكن أن توافق على نافذة كبيرة من الباكيتات. وطبعا ممكن أن نستلم duplicate acknowledgements مثل ما راح نلاحظ في جهة الريسيفر، احنا حاليا فقط قاعد نشرح جهة السندر من هذا البروتوكول. في جهة الريسيفر أيضا راح نلاحظ كيف يمكن إنشاء كيف يمكن أن يحصل لدينا duplicate acknowledgement. طبعا وأيضا في كل لحظة من اللحظات السندر راح يقوم بالمحافظة على تايمر لأقدم باكيت لم ترد الاكنولجمنت عليها، يعني عادة التايمر عند هذه النقطة يتم ضبطه والبدء بالعد العد التنازلي إلى أن ينتهي الوقت، إذا لم ترد الاكنولجمنت الخاصة بهذه الباكيت سيتم إعادة الإرسال مرة أخرى. اما اذا في لحظه من اللحظات اجت الاكنولجمنت الخاصه بهذه الباكيتس مثلا راح يبدا النوبه التايمر ريسيت، يعني يبدا العد من جديد ابتداء من هذه النقطه وهكذا. التايم اوت اللي هو عندما ينتهي الزمن الخاص بالتايمر راح يصير عندنا عمليه ري ترانسميشن، يعني اعاده ارسال الباكيتات اللي هي عددهن ان ابتداء من اعلى باكيت تم استلامها. هذا هو طبعا المخطط يعني الفاينايت ستيت ماشين الخاص بالجو باك ان جهة السندر. ففي جهة السندر مثل ما ذكرنا اذا كان هذا هو السندر في حالة ويت
قبل كل شيء يكون أن البيس هو واحد والنكست سيكونس نمبر هو واحد. البيس نقصد به هذا هو سند بيس، وهذا هو سيكونس نمبر. البيس هو أول يعني الرقم التسلسلي لأول باكت موجودة في النافذة. النكست سيكونس نمبر هو أول باكت موجود في النافذة ولم يتم إرساله حتى الآن. وطبعا هذه هي الويندو سايز اللي هي N. ففي اللحظة الأولى قبل كل شيء يكون السندر يحتوي على البيس رقم واحد والنكست سيكونس نمبر واحد. في لحظة من اللحظات عندما الابليكيشن لاير تطلب من الترانسبورت لاير إرسال باكت معين، إذا كان الباكت هذا يحتوي على النكست سيكونس نمبر أقل من البيس زائد N، إذن أوكي إحنا يمكننا إرسال الباكت. إذا كانت السيكونس نمبر النكست سيكونس نمبر هو أقل من البيس زائد N، فسنقوم بإرسال السيكونس الباكت اللي نعطيها النكست سيكونس نمبر ونضعها في داخل يعني باكت معينة اللي هي الداتا والتشيكسم والنكست سيكونس نمبر، وأيضا نستعين بالان ريلايبل داتا ترانسفير لإرسال الباكت. وإذا كان البيس يساوي لنا النكست سيكونس نمبر ستارت تايمر مثل ما ذكرنا هنا، إذا كان البيس يساوي هو النكست سيكونس نمبر بهذه الحالة راح نبدأ التايمر، وإلا ريفيوز ذا داتا. يعني إذا كان هذا الشرط متحقق نقوم بعمل كل هذه الأمور، بخلافه راح فقط يقوم المستلم برفض البيانات، يعني رفض إرسالها في هذه اللحظة لأنه هو بالفعل قام بإرسال البيانات N من الباكيتس، يعني هذا هو معنات الإلس. إذا صار عندنا تايم أوت هنا قمنا بضبط التايمر. إذا صار عندنا يعني التايمر إذا يعني وصل إلى 00 وانتهى الزمن المحدد له ولم تأتينا acknowledgement خاصة بأي من الباكيتس، بهذه الحالة راح نبدأ التايمر من جديد ونقوم بإعادة إرسال كل الباكيتس التي قمنا بإرسالها سابقا، وأيضا نبقى في حالة الانتظار. أما إذا استلمنا الباكيتات استلمنا بيانات معينة وكانت not corrupted فنجي نشيك أو نقوم بإسناد البيس، راح يسوينا get acknowledgement number of the received packet زائد واحد. إذا كان البيس يساوينا next sequence number stop timer else start timer، يعني إذا البيانات اللي تم إرسالها توافق الـ next sequence number نوقف التايمر ونقر بأن البيانات تم استلامها بشكل صحيح، وإلا نبدأ التايمر من جديد. أما إذا استلمت البيانات وكانت corrupted طبعا راح يصير يعني مجرد أنه لا نفعل أي شيء وإنما نبقى في حالة الويت، وتتكرر هذه العملية باستمرار للحرص على تحقيق هذا الشيء أنه في كل لحظة من اللحظات المستلم أو المرسل يقوم بإرسال سيكونس أو مجموعة من الباكيتات وينتظر الأكنولجمنت الخاص بها. بعد ذلك ستتحرك النافذة إلى السيكونس الأخرى وأيضا يقوم بإرسالها وينتظر الأكنولجمنت. أما في جهة الريسيفر فالأمر أبسط بكثير، يعني فقط أنه بالوضع الطبيعي هو send packet. إذا استلمنا packet من الترانسميتر وكانت not corrupted وكانت has a sequence number، طبعا لازم كل packet فيها sequence number، سنقوم باستخلاص البيانات وجلبها إلى application layer ثم إرسال expected next sequence number، يعني acknowledgement، نرسل acknowledgement بالباكيت المتوقع اللي بعدها. يعني إذا استلمنا الباكيت اللي تسلسلها 10 وكانت صحيحة وممتازة وما فيها أي مشاكل، نقوم بإرسالها مباشرة إلى الابليكيشن لاير ونرسل acknowledgement 11 إلى السندر لنقول له بأنه إحنا نتوقع الباكيت القادم اللي راح نستلمه هو اللي تسلسله 11، ثم نقوم بزيادة الاكسبكتد سيكونس نمبر زائد زائد، يعني زيتها بمقدار واحد. هنا في هذه الحالة طبعا مثل ما ذكرنا أيضا قبل كل شيء يكون الاكسبكتد سيكونس نمبر هو واحد، ويقوم الريسيفر بإرسال expected sequence number اللي هو واحد إلى السندر للدلالة على أنه هو جاهز للاستلام. acknowledgement only always send acknowledgement for the correctly received packets with the highest in order sequence number. مثل ما ذكرنا في كل لحظة من اللحظات الريسيفر يقوم بإرسال acknowledgement لآخر packet تم استلامها بشكل صحيح وبشكل تسلسلي، يعني إذا كان هو قد استلم 1 2 3 4 5 7 راح يقوم بإرسال acknowledgement 5 لأنه 6 لم يتم استلامها. هذا طبعا راح may generate a duplicate acknowledgements لأنه السبعة هي استلمت بالفعل، بعد مدة ممكن أنه يتم استلام الستة 6 7 8 9 10 وأيضا يتم إنشاء acknowledgement خاصة بها أو بهذا السيكونس واللي هي قد تكون duplicate. ولذلك need only to remember the expected sequence number. هنا الريسيفر يحتاج فقط أن يتذكر ما هو الـ expected sequence number، ما هو
الرقم التسلسلي المتوقع للباكيتات التي يفترض أن تصل فيما بعد. Out of order packets، الباكيتات التي تصل out of order يتم إهمالها، لأنه إحنا ما عندنا no receiver buffering، يعني الريسيفر ما يحتفظ بأي ذاكرة مؤقتة. Re-acknowledgement packet with the highest order number، يعني إذا مثل ما ذكرنا إذا استلم 1 2 3 4 5 6 8، يعني السبعة ما أجت موجودة، فكل اللي استلمهن بشكل متسلسل راح يصعدهن إلى الابليكيشن لاير، وراح يرسل acknowledgement رقمها سبعة واللي هي الاكسبكتد سيكونس نمبر، يعني هي أول باكيت يتوقع استلامها في الوجبة الجديدة من الإرسال. هذا طبعا مثال توضيحي للفكرة اللي تحصل عندنا إذا كان السيندر قد أرسل الباكيت 0 1 2 3 ووصلت الزيرو بشكل تسلسلي ماكو مشكلة، الباكيت 1 أيضا استلمت بشكل طبيعي ماكو مشكلة، الباكيت 2 فقدت ولكن الريسيفر يعني استلم الباكيت 3 ولكنه ديسكارد، يعني أهملها لأنه ال 2 لم تصل، وبالتالي راح يقوم بإعادة إرسال acknowledgement 1 لأنه ال 1 هي آخر باكيت تم استلامها سيكونشالي بشكل متسلسل. السندر إذا استلم طبعا هو أرسل 0 1 2 3 واستمر، يعني طبعا هنا راح ينتظر، مجرد انه اجت الاكنولجمنت مات 0 وال1 ارسل ال4 وال5، بمجرد انه اجت اكنولجمنت 1 يعني هذه الرساله لكي تخبر السندر بانه الباكيتس 2 3 4 هذه كلها تم اهمالها، فبالتالي راح هو ينتظر التايم اوت ويقوم باعاده ارسالها لذلك كل الباكيتات اللي هن ضاعن او تم اهمالها من قبل الريسيفر اللي هي 2 3 4 5 وهكذا. هذا طبعا اذا استلمت بشكل طبيعي راح يتم ارسال الاكنولجمنتس الخاصه بكل واحده من اتهن ويستمر السندر والريسيفر بالتبادل المعلومات. هذا فيما يخص الجو باك ان. اما بالنسبه للسلكتيف ريبيت مثل ما ذكرنا هو يستقبل بيانات حتى وان كانت هي نون سيكوينشال، حتى وان كانت هي غير متسلسله، ويرسل اكنولجمنت انديفيدوال اكنولجمنت، الريسيفر يرسل اكنولجمنت منفرده لكل الباكيتات التي يتم استلامها بشكل صحيح، ويقوم بعملية حفظ مؤقت للباكيتات، يعني إذا وصلت الباكيتات عندنا 1 3 5 7 يعني 9 12 إلى آخره، هذه الباكيتات اللي هي متفرقة راح يقوم بحفظها إلى أن تصل الباكيتات الأخرى ثم يجمعها بشكل متسلسل، بعد ذلك يقوم بإرسالها إلى الأبر لاير إلى الأبليكيشن لاير، لأنه الأبليكيشن لاير يحتاج أنه تكون الباكيتات متسلسلة لكي يستطيع فهمها، لكي يستطيع عرضها على شكل صورة أو فيديو أو نافذة أمام المستخدم. السندر راح يحتاج أنه يعيد فقط إرسال الباكيتات التي لم ترد لها acknowledgement بعد انتهاء التايمر أو بعد انتهاء التايم أوت، يعني السندر كل ما يقوم بإرسال باكيت معينة يقوم بحفظ تايمر خاص بها، إذا انتهى التايمر ولم يأتي acknowledgement الخاص بهذه الباكيت راح يقوم بإعادة إرسالها. أيضا نستطيع إرسال N consecutive sequence numbers، يعني N من الباكيتات المتسلسلة، وأيضا هذا هو الليمت، يعني لا نستطيع إرسال أكثر من N إلى أن تأتينا acknowledgement، كلما جاءتنا acknowledgement لأي واحد من الباكيتات ممكن إرسال الباكيتات الأخرى. أيضا نفس الحالة selective repeat بالsender والreceiver window، هذه هي نفس already acknowledged الخضراء اللي هي الباكيتس اللي هي أرسلت وتم بالفعل استلام acknowledgement الخاص بها، الباكيتات الصفراء اللي هي أرسلت ولكنها لم يتم استلام acknowledgement الخاص بها، الزرقاء اللي هي قابلة للاستخدام ولكنها لم ترسل بعد، والبيضاء اللي هي غير قابلة للاستخدام. هذا في جهة السندر. في جهة الريسيفر هذني الباكيتات الوردية هي out of order buffered but already acknowledged، هذه هي الباكيتات اللي تم استلامها بشكل صحيح وخزنت بالبفر اللي هو الذاكرة الافتراض المؤقتة وتم ارسال الاكنولجمنت الخاص بها. اما هذه اللون الرصاصي هو الـ expected not yet received اللي هي الباكيتات اللي المتوقع استلامها في أقرب وقت واللي هي لم تستلم بعد، الزرقاء طبعا اللي هي acceptable within the window، هذه هي المكان في النافذة اللي هو يعني مستعد أو قابل لاستقبال البيانات، وهذه البيضاء اللي هي not usable. هذه هي وجهة نظر السندر ووجهة نظر الريسيفر، فنلاحظ أنه الـ sequence is not necessary here، يعني التسلسل مو ضروري، ممكن نستلم الباكيتات حتى وان كانت هي غير متسلسلة، ويستطيع الريسيفر ارسال acknowledgement حتى وان كان غير متسلسل
وبالتالي راح يعني يسرع عملية الإرسال. فأيضا مثل ما ذكرنا بالسندر إذا if the next available sequence number in the window send the packet، يعني إذا استلم السندر بيانات من الابليكيشن لاير وكانت الويندو بها مجال فإنه راح يقوم بإرسال البيانات. إذا صار عندنا تايم أوت راح يقوم بإعادة إرسال البيانات وإعادة ضبط التايمر. إذا استلمنا acknowledgement في السند بيس والسند بيس زائد N راح يقوم بتأشير الباكيتات اللي استلمنها acknowledgement، وأي باكيت لم يتم استلام acknowledgement لها سيقوم بإعادة إرسالها. في جهة الريسيفر أيضا سيتم استلام الباكيتات اللي هي عادة الريسيف بيس والريسيف بيس زائد N ماينس 1، يقوم بإرسال الأكنولجمنت لكل الباكيتات اللي استلمها بشكل صحيح. الباكيتات اللي هي out of order راح يقوم بحفظها بالبفر. الباكيتات اللي استلمها بin order يعني بشكل متسلسل راح يقوم بإرسالها مباشرة إلى الابليكيشن لاير. الباكيتات إذا كانت في النافذة راح يقوم بعملية أكنولجمنت لها، أما إذا كانت هي خارج النافذة يعني هنا إذا كانت هذه الباكيتات تم استلامها فراح يسوي لها عملية ignore، راح يقوم بإهمالها. هنا ايضا نفس المثال اللي واجهناه بالحاله السابقه بالجو باك ان، اذا حصل بالسلكتيف ريبيت انه الباكيت 0 استلمت بشكل صحيح واجت الاكنولجمنت الخاصه بها، الباكيت 1 نفس الحاله، الباكيت 2 حصلت بها ضياع، الباكيت 3 ايضا وصلت بشكل طبيعي. هنا اول ما استلمنا الاكنولجمنت الخاصه بالباكيت 0 ارسلنا الباكيت 4 والباكيت 5 وايضا جتنا الاكنولجمنت الخاصه بها، الا انه التايمر الخاص بالباكيت 2 انتهى فنقوم بإعادة إرسالها مرة أخرى، وأيضا أول ما تصل راح مباشرة الباكيت 6 يعني ترسل بشكل طبيعي وتستمر العملية. المشكلة بالسلكتيف ريبيت هو هذه الحالة، أنه إذا كانت عندنا السيكونس نمبر هي 0 1 2 3 والويندو سايز هو 3 فقط، فإذا أرسلنا الباكيت 0 باكيت 1 باكيت 2 ورجعت عندنا الأكنولجمنتس ثم أرسلنا الباكيت 3 وضاع، بهذه الحالة بعدها إذا أرسلنا الباكيت 0 الريسيفر will accept the packets with the sequence number 0 يعني ما عنده مشكلة. الحالة الثانية أنه إذا أرسلنا الباكيت 0 1 2 وكلهم ضاعن في طريق العودة أو الأكنولجمنت ضاعت، راح يقوم السندر بعد انتهاء التايم أوت راح يقوم بإرسال الباكيت 0 مرة أخرى، إلا أنه راح يقوم باستقباله كأنه يعني باكيت جديد، لأنه في هذه اللحظة الريسيفر استلم باكيت 0 1 2 اللي هن على قد الويندو وأرسل الأكنولجمنت الخاصة بهن، فعندما استلم باكيت 0 مرة ثانية اعتقد أنه هو باكيت 0 جديد يعني لم يعتقد أنه هو دوبليكيت. هذه هي المشكلة، الريسيفر cannot see the sender site. الريسيفر يعني تصور أنه أكو هنا فت ستارة أو يعني فت حاجز بين الترانسميتر والريسيفر بحيث انه الريسيفر لا يستطيع رؤيه السندر سايت، فما يعرف انه شنو اللي صار بالحقيقه، يعني راح يفتهم كلا السيناريوهين بنفس الطريقه. وبهذه الحاله يعني the receiver behavior identical in both cases something is very wrong، يعني الريسيفر sees no difference in the two scenarios، يعني بكل الحالتين الريسيفر يشوف انه ماكو مشكله او ماكو خلل، في حين انه الخلل يعني او الفرق كلش كبير. Duplicate data accepted as new in B، يعني هنا الباكيت 0 هذا هو duplicate إلا أنه الريسيفر راح يستلمه كأنه هو جديد. What relationship between the sequence number and the size of the window؟ هنا شنو العلاقة اللي ممكن تربط بين السيكونس نمبر والويندو سايز اللي سببت هذه المشكلة؟ في الحقيقة هو جعل الويندو سايز صغير جدا هو اللي سبب هذه المشاكل كلها، ولكي نتجنب هذه المشكلة فقط نستطيع زيادة الويندو سايز. هذا هو كل ما يخص الـ Principles of Reliable Data Transfer. شكرا جزيلا وانتظرونا في الدروس القادمة إن شاء الله. مع السلامة.